مساء الفل. النهاردة نتكلم عن أغنية أنغام ونفضل نرقص، ودي المرة 12,000 تقريبا. أنا عدت الفيديو ده مش عارف ليه يا جماعة، كل مرة تحصل حاجة. تمام. طبعا أنا بطلع لكم، بما أني في مصر بطلع لكم من كل حتة، يعني سواء أنا في الشغل سواء أنا لما بكون في البيت، الحاجات دي كلها. فيعني بنحاول أن احنا ناخد أوضة كده ونتكلم فيها. الأغنية من كلماته ألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام، أنا معرفش وسام عبد المنعم أو وسام تاني مش عارف، لكن بشكل عام أنا بحب أنغام جدا وبحب شغلها جدا، وصوتها طبعا يعني من ال يعني سوبر ستار بجد. مع أنه عزيز، أنا شايف أن عزيز أفضل ملحن سنة 2020 بلا منازع، بلا منازع، ده حقيقي. وبقول 2020، ممكن 2021 عمل أغاني كتير، بس 2020 كان في بوم بوم كتير كتير جدا. ومش عشان عمرو بس، لا، عمل مع رامي صبري، عمل مع سعد المجرد، واغاني كلها بجد روعه يعني. وانتوا عارفين ان انا حقاني ما بعرفش، ماليش في المجامله يعني. الاغنيه حلوه ولكن مش صدمه، يعني مش صدمه 2021. بصوا، لحد دلوقتي في ثلاث صدمات. حمائي لو هتسيب دي بوم، ايه ده، ايه الجمال، ايه الكلام واللحن والتوزيع ده. صعبة لتامر حسني، وصعبة كلماته والحان عزيز، بس اللي عجبني اكتر من الاغنية هو الكليب. الكليب هو اللي كان صدمة، وكان صدمة جميلة جدا وانبهرت بيه، يمكن عجبني اكتر من الفيلم. واتقل لعمرو دياب بصراحة، يعني عمرو عمل الدنيا بترقص حلوة، احلى ونص على فكرة، سمعت جدا مؤخرا بعد كده، لكن اتقل صدمة بوم. دول الثلاث صدمات بتوع السنه دي عشان نكون صراحه، صدمه كليب تامر ولو هتسيب واتقل. وجهه نظري انه في صدمات تانية لحماقي، لان حماقي باين يعني حماقي بيقعد سنتين يبرك، عارفين لما حد بيبرك كده على حاجه بيبرك على الالبوم، ما اعرفش بقى يعني مش عارف بيعمل عمل بقى، بيقعد سنتين في البوم، بس بيعمل البوم بجد اختيارات خرافيه بصراحه يعني. ف انا بالنسبه لي الاغنيه تمام، ولكن حلوه تمام يعني، احطها في كوكتيل مثلا، لكن ما اسمعهاش 10 15 مره مع بعض. فاتمنى نشوف حاجات اقوى من كده، اتمنى نشوف حاجات مختلفه، نحاول نعمل حاجات مختلفه. بس اسمعوا الاغنيه وقولوا رايكم ايه، يمكن انا اكون غلطان، ولو غلطان اكيد طبعا مش موضوع غلطان، ما حدش فينا غلطان، بس دي وجهات نظر يعني. فانا مش شايف الكلام واللحن والتوزيع جميل يعني، بس ممكن اكون سمعتها مثلا من 6 7 سنين، ده ما يعيبش المؤلف والملحن والمطرب، بس يعني في ظل المهرجانات وفي ظل الحاجات الترندات والكلام الجريء واللحن الحلو والكليب المجنون والحاجات دي كلها، ما ينفعش نعمل اغنيه حلوه، لا، لازم نعمل اغنيه فشخولي، نعمل اغنيه بوم ضربه جامده، يا مزيكتها جامده جدا، يا كلامها جريء جدا، يا لحنها روعه، انت لازم تعمل حاجه من دي. لكن التلاته حلوين كويسين يعني، لكن مش مفيش حاجه منهم بوم. بس ده اللي عندي النهارده. لو بتشوفني اول مره اشترك في القناه وفعل الجرس عشان تكون اول واحد تشوف فيديوهاتي، وانا بطلع من اي حته، ممكن الفيديو الجاي من اوبر عادي جدا، بس انا لسه في مصر حوالي اسبوع، هرجع دبي بعد كده، وربنا يسهل، خلينا نشوف اغسطس مخبلنا ايه عشان زهقت. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.